منها لوزير المالية، وتصريح مهم جدا لوزير المالية الشهر المقبل هو الأخير في استيراد الغاز من الخارج. كشف محمد معيط وزير المالية عن أن الشهر المقبل أكتوبر هو آخر شهر سيتم استيراد غاز فيه وسنعتمد على الغاز المحلي. وضح أن البطالة انخفضت لنحو 9.9%، كما انخفض العجز الكلي أيضا. صرح معيط أن الحكومة واجهت صعوبات كبيرة جدا طوال السنوات الماضية حتى تصل إلى الوضع الحالي، ولفت إلى أنه تم التغلب بالفعل على مشكلة الكهرباء والتي كانت سببا في أن المصانع لم تكن تعمل إلا وردية واحدة فقط لضعف الكهرباء، لكن الوضع تغير الآن. وأضاف معيط خلال كلمته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بحضور مهندس طارق توفيق رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، أضاف أن الوضع تغير تماما ولدينا فائض من الكهرباء. استعرض أيضا الوزير تحسن مؤشرات الاقتصاد والسياسات الضريبية وتحسن الصادرات بجانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على مواجهة التضخم وتحسن الخدمات ومشروعات البنية التحتية بجانب المشروعات العملاقة في الطريق والبنية والطاقة، علاوة على صدور العديد من القوانين الاقتصادية اللي هتساعد طبعا على الانتعاش الاقتصادي. طيب